كتن صغير عندها مشكلة كبيرة بالمنطقة هذه، فتحة كبيرة جدا. فالحين سوينا تخدير جزئي، نص تخدير يعني تحس، لكن ما في احساس بالالم هنا. فان شاء الله راح نقفل الجرح تكون بالسلامه. طبعا الخيوط هذه طبعا يبلع الجهن. جو 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 هيد. طبعا الامور طيبه ان شاء الله. طبعا عشان تبين شوفوا الفتحه كيف كبيره، راح نخيطها ان شاء الله. طبعا عشان الحمد لله على السلامه، خلاص قفل الجرح كل شيء كامل. تخدير لازم ياخذ تقريبا بساعتين. كان الأمور طيبة إن شاء الله. بعد ساعتين فقط نعطيها مضاد وخلاص. شوفوا شوفوا شلون التنفس طبيعي جدا جدا الحمد لله. يلا جو جو شو اسمه يعطي بس حاجة بس عقب يلا 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 الحين بعد شوية فاقة. يلا قوم 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 خلاص شوي يقوم. الحمد لله على السلامة، أهم شيء الأمور طيبة الحين خلاص.